والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فيكم في حلقة فريدة جديدة جميلة رائعة. بدق نيو جيم الحين وبخبركم شو سالفة اللعبة ونحن داخل اللعبة. هاي لعبة جديدة بعدها غير متوفرة على الستيم، بتكون شهر واحد متوفرة بإذن الله. أبا دعم على اللعبة هاي، إن شاء الله بتنزل لكم يوم هي يوم سيتي سكايلاين. فاليوم قررت أنها تكون هاي اللعبة اللي هي اسمها فاونديشن. هي تبدأ لعبنا وايد العاب، نحن لعبنا وايد العاب بناء، وايد العاب اداريه، بس هاي اللعبه فيها شغلات فريده شوي من نوعها. الارض ما ادري، لا هني ما ينفع هني. اوكي باي فور فري، خلينا نشتريها. فكره اللعبه ان نحن نبدا، هذا بيكون مشروع حلو اذا عندي قصر فوق. مبدا اللعبه ان كل شيء يكبر معك مع الوقت، وكل شيء يستوي مع الوقت. عندنا مجموعه كنترولز هني بنشوفهم ونحن نسير، بس نحن محتاجين اول شيء مركز المدينه. مركز المدينه خلي يكون هني في الوسط، اذا بيكون في طريق ناس رايحه ناس راده ناس مسويه. شو الجرافكس مالها؟ هذا اول جيم العب على فكره وابدا ابني، واللعبه بعدها الفا حتى انها ما طلعت في اي اخطاء، اي جلتشات، اي سيف يضيع، اي شيء يستوي. ترى متقبل جدا يعني من اللعبه. انا فعليا اخذت لفه يمكن مال ابو 3-4 دقائق على اللعبه، بس اشوف كيف ممكن اتحكم في بعض الامور واعرف سالفه اللعبه وكيف تمشي اللعبه، على اساس اني ادخل ما اضيع وقت الحلقه في معرفه الكنترولز الاساسيه. طبعا هنا عندنا قسم البناء والمناطق، ونحن عندنا هنا قسم المعلومات والبيانات، وعندنا هنا قسم الفيليجرز وشو يسوي فيهم ووين يشتغلون وشو قاعد يسوون. فالبدايه طبعا عندنا نحن هنري، بس في شيء لاحظته يعني. هذا شوفوا شباب صح، هذا تعال كليك كليك زين كليك كليك، ما اقدر اذكرك عليه ليش، يمكن لانه مشغل هذا. لحظه ايوه شوفوا هني شيبه، هذا شيبه، هذا شباب، هذا اسرع، هاي وحده هني الصوره مش واحد، هذا عشان ما اقول غلط بينهم. هذا شوفوا صوره وحده، فيبالها شوي يعني تحسينات وتعديلات. طبعا ادوات اساسيه نحن نبدا بها، بس في شغلات حلوه في اللعبه انا وايد عيبتني حيل، يعني لدرجه اني فتره انت باخذ اللعبه ومخليها مفاجاه لكم. اول شيء بنبدا بالخشب. زين خلينا نجيب خشب، مصنع خشب بنحتاج. ما في شيء هني مورد يقول لي انه يخلص، يعني ما اقدر ادق عليه كليك اقول هل بيخلص ما بيخلص، فما اعرف. هذا خلوه حق بعدين نشوف. حطيته من فكر. اوكي انزين، نبى بير خليه يولي، نبى سومل اللي هي المنجره التي دايركت من عند الخشب يمكن. لا خلنا، انا بتشوف دائما بالطريقه هاي صح، بخلي المنجره طالعني انا ما طالعهم هم. ما اخليه بالطريقه هاي لانه بيكون في فريج هنا، خلنا نشوف نحن نستانس في المنظر. انزين وبنحطي اللي هم الحصان مال هذا مال كل شيء حطيناه. الحين يبالنا بس مستودع. المستودع بخليه في مكان وسطي بحيث ان نحن كلنا نشوفه، بخليه بالطريقه هاي حقنا نحن. مستودع هذا حق الموارد. انزين الحين انتم بس شوي بندخل في ضيع اهم وارد اساسيه، اتمنى انكم انتم كلكم عارفين سالفته. بس الفرق هنا بين بانشت والالعاب هاي اللي لعبناها ان هني عندنا شيء اسمه زونز، نسوي زون نفس سكاي لاين تقريبا، يعني مش نفس سكاي لاين لكن المبدا حلو. ان هني مثلا خل اشوف بنبدا، ما بحط زون. انزين بتشوف ورك بليسز، ما عندنا حد هنا. شوف وركرز بنحط هنري مثلا يبني، انا اتوقع اثنين يبنون يكفونه. جاكيز ميل 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 ميل، هذا بنخليه يقطع خشب، ميل هذا بنخليه خلنا نشغل اللعبه خلهم يبنون سرع شوي. انزين عندنا اوسوولد، ما اقدر اغير اسمه لا. انزين اوسوولد هذا بنخليه يشل البيريز هايل، ونبى واحد عندنا يجمع حصة، ونبى حد يشل الأغراض يوديه وين، يوديه الستور. حلو لحظة في شيء أنا بعد ما بنيته اللي هو يسمونه gathering hut. زين اللي هو بيكون يجمع شو البيرس، بخلي بالطريقة هاي. حلو عند مركز المدينة إذا يعانين يجون يأخذون هني ويروحون صح. ما أعرف إذا بيوديه الستور، بس شوفوا أنا هم الفكتات اللي تعجبني أحب يوم هم يبدأون يسوون شوارع يكون وايد حلو. كان في كوستات اذكر لكن انا سحبت عليهم شويه. زين الحين شوفوا ما بيبداون يجمعون ولا يسوون اي شيء لين شو، لين نحن نسوي زون اكستراكشن، معناه انك يعني تستخلص شيء منه. فبسوي هنا
مثلا اكستراكشن زون، ان انا اقول له هني مسموح لك تقص الخشب، وهني كذلك هني يكون مسموح له شو يجمع بيرز. ونفس الشيء بالنسبه للحصان، شوفوا واقف ترى كان واقف، يعني لو اشل الزون شوفوا والله بعده يكمل. اه انا وقفت زون، المهم فهمت الفكره، يعني ما بيجمعون شيء لان احنا بنعطيهم زون. خلينا نزيد سرعه شوي. زين البناي مالنا شنو ناقصنا؟ ناقصنا خشب. خلينا نحط واحد زياده على الخشب، اظني بيكون عندنا نحن ضغط على الخشب شوي. وعندنا وود كتر، اوكي. في عندنا هني نحن كوست لوك اللي هو يقولنا وين صار هذا الكوست لوك، وين عندنا سكني؟ ما عندنا شيء. عندنا ايرون؟ ما عندنا شيء. فرتيليتي كله اوكي، مش حالك يمشي. كوست لوك، كوست لوك شو يقولنا نسوي؟ لازم نوصل فايده 500 بالاسبوع. على كيف الفايده بالضبط؟ الله اعلم. اللعبه اسرع شيء قاعد تمشي. شوفوا الشوارع محلاهن، احب الشوارع اللي كثير. ابى دعم على السلسله يا جماعه، ابى دعم كبيره، ابى توصل 100 لايك. بالعاده نحن يعني اعلى سلاسل عندي 70 80 لايك، بس بما ان اللعبه يعني ما ادري اذا في حد غيري يلعبها. شفتوا حد غيري يلعبها؟ دائما العاب هاي الحسابات عندي، ترى لعبتي 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 يا الربع. شو رايكم يا الربع، يستاهل دعم الجيم هذا ولا ما يستاهل؟ صدقوني ما راح تندمون يعني. انزين الحين نحن شو نبى؟ سومل. انا شغلت حد في السومل؟ ها شو يسوي؟ بلانكس. هي كاربنتر هذا عشان يشتغل في السومل. اخر واحد عندنا ما يداوم، خلينا يداوم. توقع يمعه، عجيب والله فنان جرافكس مال اللعبه. شيء مضبوط يعني، بس بادين من الصفر بالمعنى الحرفي، بمعنى الحرفي. زين هذا شو اخباره؟ باقي له اثنين حصه اللي هو من هني. والله مسافر الحصه صح، بس اتصور من يستوي في ستور بيجيبون للستور البضاعه الزايده يمكن، اذا ما كنت غلطان. بس خلهم يبنون شيء شيء، لان اذا بنيت الحين السوق، لان في هني عندنا في البنا في عندنا بير، بنينا بير ما بنينا لهم، يبون ماي اظني صح. زين خلنا نشوف، يبون ماي. الماي لازم يكون هني عندهم مره في التاون سنتر، هني الصوب الثاني من الاكل اوكي. ويبون هني مونيومنت اللي هو يبون سوق، بس سوق بس نبني المستودع. هني في حد يشتغل؟ هي استوى عندنا بلانكس. الحين انا بوصل لمرحله اني اطلع فايده سوفر ماينس 40، انا عندي سالب الربحيه في السالب. بس شو، بس الحين من يبدون ينتجون اظن بيبدا يستوي عندي الربح. انا ما اعرف الربح على اي اساس هو يحسب الربح. الميزانيه مثلا 25 محتاج كل كم؟ ما عندي تاريخ، ما عندي وقت. عندي تاريخ وقت؟ هي عندي وقت. ها اوكي ويك 3 داي 1 اوكي. سوري في عندي وقت، في عندي تاريخ. الحين ابى ارفع الفائده، بس ابى اشوف الفائده عندي هاي. ايوه بلانكس هذا عندي انتاج ستون، عندي قاعد استهلكه. في وين؟ في هذا. محتاج ستون واحد زياده، بس كيف اسوي فائده؟ لازم ماركت؟ سؤال جميل. اوكي الحين محتاج انا ناس خرويين زياده يشتغلون، بس اظني بيون بروحهم، بس اليوم هذا يمر اتصور يمكن. اوكي يا سيب هنري قاعد يجيب لنا قطعتين خشب بلانكس. كان لازم اصلا ابني هذا على اساس اني ابني الوير هاوس المستودع. اوكي يا بالبلانكس، بعد بلانك واحد زياده لو سمحت. ايوه قريب منه طلع، هذا قريب بس الحصه شوي بعيد. الحين الماي اوكي. اب كيب كوست يا حبيبي، كل شيء عليه كوست. يو هاف ا نيو كوست انلوك تريد روت تو جيت. اوكي يعني اللي بيقول لي اياه لازم اسوي دكاكين صح؟ زين خلنا نسوي دكاكين هني، مو مشكله. بنشل شويه شير، مع اني بحاول اني ما اشل وايد من التضاريس الطبيعيه هاي، بحاول اني امشي معاها. شوفوا الماركت. اوكي في شيء اسمه، لحظه خلنا نبطئ هذا. فود ماركت، جودز ماركت، لكشري ماركت. نحن بنحتاج ماركت اكل اكيد. زين
خلنا نسويه دائري، ولا نسويه بالطريقة، اي طريقة؟ هاي الطريقة دائري. زين، ونسويه بالطريقة هاي. لكشري جودز ما اظن اني بس صراحة، فخله يولي. بسوي ستارت كونستراكشن، ببدأ لهم من التوم سنتر لين هني، لفة حلوة يعني. بس ليش حط لي واحد؟ مش مفروض يكونوا اثنين؟ بيدبرون اعمارهم، مو مشكلة. انلوك تريد روت تو جيت شو ريورد فري تريتوري. بقدر اجي هنا اسوي سمك؟ ابى اصيد. زين ليش ما يعطيني هاي؟ شو محتاج؟ ما يوني ناس يعيشون معي صح؟ ليوني ناس يعيشون معي بنرتاح شوي. لحظة، اكستراكشن هذا اوريدي قريب يخلص. واه حبيبي يا حبيبي. اذا خلينا نشيل هالبقعة كاملة، شكله لن يطبق اللي اقوله ترى، بنخم كل شيء. انزين، سوق الاكل ما عندي ولا واحد فاضي اني انا اشغله عندكم. عندي اثنين بلدرز، واحد بخليه ماركت تندر. اوكي، بخليه هنا، بخليه واحد هنا. هو نفسه. اوكي، جاكس يشتغل في المكانين. جاكس جاكس. اوكي، اذا عندنا اي شيء الحين ادت. رمح حطي زياده، نايس. رمح حطي زياده، رمح ازيد الثالث الاخير اللي ما حطيته. بس عندي مشكله واحده اللي هي هم زعلانين، يبون شغلات زياده. ستوك بايل ستوك بايل. انزين، هني محتاج اسوي شيء. سلوت 1 بخليه خشب، سلوت 2 بخليه بيريز، سلوت 3 بخليه حصى، ونبا بعد هني البلانكس. هذا المخزن الاول مالنا، خلهم يخزنون فيه. شوف اشكالهم محلاها، شوفوا. نايس نايس، تعرفون شو نايس؟ وايد اوكي، وايد فنان. زين، البادجت مالنا شو يحكم الحين؟ تريد اكسبنسز بروفيت زين، وين انكم فيليجرز كونسبشن تريد انكم زيرو، توتال انكم ماينس الحين توتال 159. يعني احنا الحين فتحنا التريد صح؟ اقدر افتح روت، لازم انلوك روت. نايس، يعني انا الحين افتح روت تريتوري. اروم اشتري هني صح؟ وين احطيه؟ هني منطقة ارض اكبر وفي عندي خشب وايد، يعني اروم يجي هني اخذ المنطقة هاي. حبيبي اروم اخذ منطقة. 500 يا حبيبي، انا اسف ما عندي 500، الزمن عندي 500. خلنا نسكر هاي، والله ما عندي 500. صعب 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 صعب. انزين، الحين معناه التريد روت هذا لازم يسوي لنا فلوس، اذا ما سوى لنا فلوس مصيبة المصايب ترى. انزين، شوف افتح لنا شيء جديد نبني. ودن برج، برج هذا شو سالفته؟ بس ابى اشوف، بس ابى اشوف. يخرب بيته، لا ما يوصل لهناك، الزمن يوصل ما يوصل. بس في مكان اكيد بنستعمل فيه جسر صح؟ مكان حلو، ابى اصيد. انزين، ليش ما تخلوني اصيد؟ ما يخلوني اصيد، ما في جدران، ما في شيء، ما في بابليك ترانسبورت جاذرنج سكاوتر الى اخره. انا بعرف هاي متى افتح زون زيداد، بس المشكله اظني لازم اخلص المهمه الاولى. انزين، وبعد ما اخلص المهمه الاولى يمكن يبدا عندي يبدا فايده شوي. انا امبلويد. يون اثنين، نايس. لحظه، ماركت تندر، وبنحطي بلدر الحين، ما نبى ثاني، نبى وين صارت؟ ايوه هاي اللي تشل اكل، محتاجين نشل اكل زياده. يعني كل حد فيهم ياس يشل اكل صح؟ ما عندنا اكل هني، نبى اكل زياده حق العالم. اظن عندي مشكله في الاكل انا، ولا لا؟ اوكي، الاكل اوكي، الود اوكي، كل شيء اوكي. يعني اذا الحين هل محتاج انا اسوي تريد بروحي ولا هم بيسووا لي تريد؟ لحظه، اوكي، سيل جودز فور تو ذا فيليجرز. اوكي، ابيع لهم اكل، ابيع لهم بيرز اكل، و ببيع لهم اكل. انا حطي لهم،
نايس. لحظة، The Kingdom is recognizing، يقول لك المملكة تقدر جهودك، ابني شو اسمه مكانك. نايس. الحين عندي ريزيدنتال زون، فتح لي مكان ابني فيه حق الناس. ايوه ايوه لحظة، انا قعدت افكر فيها ثانية. ببيع لهم كومن كلوثس، ما اعرف من وين بجيب ثياب، بس الحين بيبدا عندي فايدة. شوفوا الفايدة، اوكي استبلشمنت. هو فتح لي شيء، شغلتين. اول شيء فتح لي مكان سكنية للناس، فابى الناس تسكن. تعرفون وين؟ خلى هني السوق، وسط السوق ابى الناس تسكن هني. اوكي واو، روحهم يبنون. شوفوا يبنون بيوتهم. بعطيهم مكان هني. اه يا ملكي، نحن نحتاج الى، يجب ان نختار ان نساعد من. عربي ضعيف والله. انزين، انا ساساعد الملك، انا ساساعد منو هذا كليرجي، خليه يقول لي ايل هيلب ماي بيبل. شوف ترى ايل هيلب ماي بيبل، بس لان ابو عراب ايل هيلب ماي بيبل. اوكي اي ام كيبينج ات اول. لا ايل هيلب ماي بيبل، I love my people. I love my people. آه لازم أجيب 30 بيري. لحظة، خلنا بطلع لعبة. لحظة. سوري. مزرعة غنم. 50. يا الظالم. We've heard. هاي سوي لنا شوي ثياب وحركات. Wooden gate. آه عندي بوابة حق القرية. نايس. انزين لحظة قبل لا استانس وأشوف شو السالفة. خلنا نجيب 50 ربية. انا وعدت الناس اني ابيع لهم ثياب صح، اللي هي كومن كلوثس. كومن كلوثس يسويها الويفر ولا منو؟ تيلر خياط. فخلني ابيع على الناس الحين ثياب اساس يقدرون يلبسون صح. ولا لحظه، كيف بيسوي ثياب اذا ما عندنا مزرعه غنم؟ ما يستوي صح. زين، اول شيء نحن عندنا ناس زياده. زين خلينا نشيل هذا، عندنا ماركت تندر واحد، بخليه واحد. زين بس الحين ابى واحد يسوي لي بلانكس زياده. بلانكس ولا خشب خشب زيادة. اوكي وظيفة واحدة عندك واحدة بس. زين ها شو جيت، ما افتح لي شيء. انزين، لان اول شيء نبغى شو، مزرعة غنم. خلينا نشوف اذا عندنا اللي هو كان الزوز. مش تريد نحن بلد، اظن بيطلع لنا الزون اذا دقيت عليها صح. لا ما طلع لي الزون. انزين نبغى نحط مزرعة غنم، بس مزرعة غنم مال افلام، عرفتوا يوم على الجبل ساكنين وهالسوالف. نحط مزرعة غنم هني، شو رايكم؟ هني والله شكله مكانه حلو، يكون هني غنم على الجبل. يا ويلي ويلي. زين شلينا الخشب كله. لحظة، one new building unlocked، new zone available. اوكي يالس يفتح لي مباني اسرع من اني انا قاعد اسوي شيء. انزين استوى عندنا مزرعة غنم، الناس قاعدة تبني بيوت محلاهم. زين ورك بليز فيليجرز، استوى عندي ثلاثة زيادة. نايس. هذا معناه بنسوي ويفر هات يشتغل. يبقى 200 الوسخ. اوكي فورسترز، هذا يرد يزرع. وايد مهم هذا، لان احنا وايد قاعد نستهلك خشب، وايد. هذا بيكون مكانه، ابى يخطفون من قدامه. ف وين صارت فلوسي؟ اهو قبل شوي كان عندي فلوس. اهو
خلنا نسويه هني بالشارع، اذا خطفه في الوسط بيستوي قبيح. فخلنا نسويه بالطريقة هاي، انه هذا يقص خشب وهذا يرجع منه الخشب. ابا 50 يا جماعة، ابا والله عيب، انا قاعد اشتغل لكم كل هذه السنين، ويوم قالوا تختار تعطي رشوة حق منو، قلت اختار الشعب، مش رشوة سوري المعونات يعني، اخترتكم يا شعب، لماذا لا تختاروني؟ ها ابني قبل يروح، هاها انزين بنيتك قبل يروح علي. انزين الحين نبا وين الزونز اللي عندنا؟ انا سامح لهم شلهم فيها الشير، ابا الاكستراكشن هذا كامل اكستراكتد، ما ابا شيء يتم منه. انزين ابا الخشب هذا كله يطير عن بكرتي ابيه. انزين رينفورسيشن هذا اباهم يردون يزرعون هاي المنطقه اللي نحن قاعد نشل فيها الشير. اوكي لحظة خلنا نشله من هني، خليه من ورا يعني بالطريقة هاي، بيكون زين نفس المنطقة اللي يشلون منها السكان الشعب. لحظة كان عندي انا ديكوريشن موجود بعده، ايه موجود نايس. فنس ما نبغى فنس برش، ايوه هذا اوكي، خلنا نحط لهم ورود عند بيوتهم، والله نحسسهم انهم عايشين شوية، السوق يكون حلو وهذا يكون حلو، والله هذا يكون. شوف ما عندي بيع زيادة بس والله خسر وايد، بس شوف على الأقل يعني استوى شوي المكان. أوه استانس زيادة، أوكي نايس. ونزين الحين نحن وعدناهم أن نبيع لهم ثياب يا جماعة، والله أنا ما بعت لهم ثياب، والله قصيت، أحس أني ناصب عليهم يعني، ويبالي 200 مال ثياب بس لو يشلون هاي هني الكامل. انزين الحين عندنا الناس ما تشتغل يا جماعه، فنبى وود كتر، لا نبى وين صار فورستر، نبى حد بيلفل هذا، نبى حد يزرع الشجر لانه ما حطينا حد يزرع شجر، بيكون شوي معانا، فخلنا نحط لهم هذا بعد، نضيف واحد زياده، ممكن نحط لي واحد اظن اكثر من وظيفه بس ما ابغى. شو الشارع حق هذا كيف مخربط؟ ليش التخربيط هذا؟ شوفوا شير صغار يزرعونهم محلاهم، نايس. هذا حد اذا كربت اكثر يستوي مش واضح. زين نايس والله حلوين، نايس 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 جدا. اشوفها مارجري قاعد تشتغل هني، مرجوره مر مغير اسميهم، نبغى خدوج بلو جرب فيو ورك بليس فيو هوم، وين ساكن؟ اي صح، كيف اعرف كم واحد ساكن عندي؟ تعالوا هذا السبلندر قاعدين نحصله صح من المهمات، نبا ليبر انلوك وفشر صيد، ابا سمال صيد وابا هذا سبلندر ما اعرف شو هذا مال بناء اظني، هني ليبر، هني المملكه نفسها، وودن كيب وودن وول، اوكي لازم نحمي المكان صح، بس اظني بدري شوي ان نحمي المكان، فخلنا نفتح القصر ونفتح هذا ونبني فيشرز هات اللي هو فيشر هات لا بالعكس صح ولا كيف المينا يكون بالطريقه هاي ولا بالعكس؟ لحظه ايوه بالطريقه هاي اتصور، لان هذا هني هني، لان هذا يشل السمك صح اظني، خلينا نبني بالطريقه هاي، اذا صح خير وبركه، اذا مو بصح الله يستر. بيستوي شارع لين في واحد طلع توه برا على القريه، وين راح؟ انا شفت ايوه هذا ها منو تريدر، جو جايني تريدر من اخر والحلو والله رمى تنقل في الموب، زين وين بيختفي؟ سؤال بيطلع برا على الموب صح؟ شو وين رايح؟ باي طبقات الارض السفليه. انزين المهم علينا عن السخافه، في اثنين يونا يا جماعه، انا ما مسكن حد، كيف كل شوي تجيبوا لي حد زياده؟ والله ما سكنت حد الحين، شو السالفه؟ ما عندي ثياب اعطيهم، والله ثياب ما اعطيهم، وين يونا هاي كلهم؟ شو اسوي فيهم هاي كلهم؟ انزين
صبر، احنا قلنا نبغى نحتل، نفضي هالمكان فبنحتل هذا المكان. زين، دام انهم حالفين انهم يجون، خلينا نحط لنا واحد زيادة في السومل، نبوها من حن اصلا نبوها، ونبى وود كتر زيادة، الخشب شيء اساسي عنا، ونبى حصة حق المستقبل. حط بعد 2، شوف عنا حد زيادة؟ لا، اصلا بحول واحد من الحصة الحين حق منو؟ حق هذا. ارم ارفع الاولوية، نايس، خلني اعطي اولوية هذا، نايس، ارم اسوي اوقف المبنى. شوفوا محلاها بيوتهم، والله كيوت، والله ودي احط لهم ديكور، بس شو المشكلة؟ المشكلة اني بحتاج خياط ب50. بنينا خياط صح؟ وين خياط؟ انا ما بنيت خياط، لا ما بنيت خياط، الحين ببني خياط ان شاء الله، الحين خياط على اساس نبيع لهم شو؟ ثياب في السوق. مزرعة الخرفان ما خلصوها؟ ليش؟ ما في خشب. زين، خلنا في مكان يقصون منه، بس هم متعايزين يندرب صدقوني. مرة ما حطي زيادة؟ لا مرة ما حطي، تو سويناهم 3، بيمديهم يعني قريب. زين، هذا معناه نحن نبى تريدر ثاني. شوفوا يجون يشترون ويتعاملون ويانا كمملكة. عسبتين نحن بنحتاج شكله حماية وجدران، لأن في حركة تجارية. انزين، خلينا نبني خياط. انزين، الخياط بيكون، وقفت الوقت أساس هني مكان حلو حق خياط صح؟ وين الباب ماله؟ ما أقدر أعرف وين الباب مالك يا صديقي. هذا الباب معقولة؟ لا ما في الباب داخل تحت. ايوه، سيستم اولي قديم كيوت. بنحط باب هني اساس يسوي شارع قريب منه. اوكي، نحن عندنا اولوية على هذا، مفروض اغير الاولوية لهذا. والله انا غلطان، هذا بشيل منه الاولوية، خلهم يخلصون بنا هذا بعدين الاثنين الباقيات. خلنا نسرع شوي الوقت يعني، لان هذا الخياط بيوفرنا احتياجات اساسية. هني السوق ما عندنا مشكلة، لان نحن من داخل بنسوي. بيونا ناس، شكله الناس بتي. ثرايز هاوسنج ابجريد، اوكي اقدر اخليهم يسوون ابجريد ولا ما يسوون؟ زين، هل ما نبى هل نبى هني ريزيدنت الان؟ لان في خدمات اظني، ايرون اور ما في، فرتلتي هذا. بس المشكلة مش هنا، المشكلة تعرفون شو؟ هني ورك بليس، اوكي مو مشكلة، انا ما عندي مشكلة، بس المشكلة انا ما اعرف في طريقة. اكيد انا هذي فيشرمان بتكون، وفي حد بيكون يرعى الغنم، هاي شبرت اسمها اظني، ويفر لحين ما عندنا محل، نبى خياط. تيلر، التيلر راح تكون، لان عندنا وايد نحن مال ستون، ما باهم ستون كتر عندنا 3، انا ما ابى 3، فبخليه خياط. اوكي، الموضوع الوحيد اللي اباه حاليا اللي هو، خلنا نسكر هذا. بس الشيء اللي اباه الحين يا جماعة الخير اللي هو، كيف اعرف كم واحد ما عنده بيت؟ زين، البيت الواحد كم نفر يسكن فيه؟ 2، حلو، 2، اوكي، يعني ها عندي 4-8 مؤقتا اقدر احسبه بالطريقة هاي، بس بعدين بحتاج اعرف معلومات اكثر، بشوف المعلومة عقب. ما عندنا مشكلة، جوينينج اور فيليج، اوكي ما عندنا مشكلة. الحين هذي غنم، الحين شو اسوي؟ اوكي ماي لورد، يو نيد تو تشوز ووتش. خلنا نساعد منو نحن؟ نحن ساعدنا الناس، خلنا نساعد الملك، شو رايكم؟ يستاهل. لازم اجيب له سلاح. من وين اجيب له سلاح؟ من وين اجيب له سلاح؟ ما عندي سلاح، لحظة، ما عندي سلاح يا جماعة. في هني كنيسة، شو دارك لايت، لا شو كنيسة، خله بعدين، انا متأكد ان هذا موضوع مطول. لحظة،
اوكي لازم اسوي له كرير من هني. ادق عليه اكس من هني. اوكي انزين، لان الناس هني قاعد تبني فشو بسوي؟ لحظه خلنا نعطيهم زون. الحين مش متاكد وش كثر ناس بيبنون زياده، هاي مشكلتي. اذا سويت لهم هني فريج حلو، بس ياس يبنون على كيفهم ترى، مش على كيفي انا. بس لازم اعرف معلومات اكثر عن المكان. انزين الغنم شو سالفته؟ سبون شيب. لازم انا اسوي له سبون. اتحسبت بروحه بسوي له سبون. اوكي بنحط شويه هني شيب. شو شيء ثاني مورد اكل روم مستعمل؟ ما في مزرعه ويت فارم. اوكي اوكي ريكويرز 1 كومنر، ما اعرف شو الكومنر للحين، بس زين وايد زين، لان الحين اذا بنحط ويفر شوب مفروض نطلع في الفايده شوي اساس نبيع لهم سامون، لان الناس تي قاعد تشتري من برا. بس لحظة عندنا حد يشتغل هنا صح؟ وين اللي يشتغل هنا؟ هذا نتفى. انزين اوكي هنا هو طلعت الغابة مرة ثانية. انزين نبى اذا اكتمل هذا، بس شو نبى نسوي؟ لحظة خلي اخف السرعة. عندنا نحن جدران ما نقدر نبني، بس نقدر لورد مينر القصر صح؟ بحطي لي بيت، بحطي لي بيت، بيتي هذا. لحظة من باب حطي لورد مانر هني. شو هذا دور؟ باب القصر بروحه. تريجري خزنة. اوه عجيب، ليش ما حطيت تريجري هالصوب؟ كله خشب بسوي. دور لحظة. ايوه عجيب عادي. لحظة اذا السالفة بالطريقة هاي، خلينا نحط التور هني. انزين تريجري هني اوكي، بنحط لنا تور ثاني هني نفس الطول الاثنين. لحظة انزين بنسوي السيستم الاولي. لحظة كور لا ابا بالعكس يركب يا جماعة. لا تريجري ما ينفع اظني. اوكي يعني بالنسبة ل ما ببعد، لانه وايد بلانك. شوف 200 وشي بلانك يباله، فخلنا ننزل هذا. اوكي وايد بلانك ما ينفع. بيت صغيرون يعني، بيت عمدة صغيرون مش كبير حلو. وخلنا نشيل هذا، نسوي البيت بالطريقة بيوت قديمة. شو لحظة خلنا نشيل هذا، اجيب هذا ورا. اوكي ونحطي له تور حق الحماية صغيرون. استوي 160 التكلفة ماله بالطريقة هاي. والله اشوفه يعني بيت صغيرون بس جيد، مش بيت سيء يعني، بس اتصور ممكن ان نكبره بعد يعني، ما عندنا مشاكل في الحجم. بس خلنا نشوف شو اخبار الغنم مالنا. اوكي كل شيء اوكي، استوى عندنا اول. لحظة الماركت مالنا يباله تعديل، لان نحن لو تذكرون زين لكشري ماركت. خلونا قلت بحط لكم اياه بالطريقة هاي، خلت شي ثلاثي صح بالطريقة هاي. زين ستارت كونستراكشن، وخلي يبني لنا السوق الاخير، لان هنيك الواحد
اقدر ابيع بضاعة واحدة صح؟ فاظني من المنطقي ان نبيع بضاعة زيادة لان احنا اوريدي عندنا بيريز وسن... اوكي ممتاز. هني ايش اللي ناقص ما عندنا من ستوك؟ لحظة، خشب. خشب نحن عندنا مشكلة فيه صح؟ اذا خشب عندي مشكلة فيه شو بسوي؟ ببني، لان عندنا ناس الدوام اظني لمبر كام، خلي في لمبر كام ثاني هني جديد. waiting for builder. اوكي خله يبني لان عندنا ناس غير متوظفه، بوظف ثلاثة هني وبشوف كيف الخشب ينقص هنا عقب. لان اظني 2 builders عندي صح؟ كم builder عندي؟ ذكروني. واحد builder، لحظة بايجب، عندي builder واحد صح؟ فخلني احط لي builder ثاني فيميل. اوكي عادي مو مشكلة، builder واحد ما يقدر يسوي كل شيء بروحه. اقول لكم اوتو شكله واحد ميل هذا هي، خلنا نحط لي builder. في عندنا ميل زيادة لا كلهم فيميل فمو مشكلة. واتو ميلز وان فيميل، خلنا تشوفوا، شوفوا الشوارع محلاها، شوفوا المدينة والله انها كيوت قسم بالله، مش فنان، مكان فنان. هذا معنى هذا المكان راح يحصل له شيء زين. بس الحين هم وين يبنون؟ نفس يبنون في هذا، باقي له 16 خشب. خلونا نعطي، لان كلنا نحن متأخرين على موضوع شو خشب صح؟ نشل منها ما عليه اولوية اهم شيء. زين خلنا نشوف مفروض يبنونه. من ساعة كان عندي 3 مباني وعامل واحد يالس شو يشتغل، بس الحين 3 عمال. اقولكم يوم احتاج وظيفة ثانية مو مشكلة، بس الحين بدل ما هم قاعدين فاضين بعدين بغير البلدرز لشيء ثاني مو مشكلة، خلهم يبنون، اهم شيء يبنون. ما ان موارد اظني موجودة، شوف موجودة، بس اذا بنوا هذا لانه راح تو وايد زين. التولز من ينتجه؟ كيف ازيده؟ ما عندي فايدة والله، اظني بخسر في الكوست. مفروض اساعد الملك والله، والله مفروض اساعد الملك. عندي 44 يوم. لازم اسوي مستودع جديد، اسوي كله في 20 يوم. والله مش سهل، والله مش سهل، مش سهل ابدا. واللي ينتج عندي لحظة شوف produce tools، وين ما في produce tools عندي صح؟ اهي لازم اتري عليهم. two new villagers to your village. انا ما بفيلجر جداد اصلا، ما اعرف اذا عندي الاكل اصلا يكفي، ما اعرف، ما اعرف اذا الاكل يكفي. ارم اسوي خبز وفش. نزل من هذا يستوي، القطعة الأخيرة بيستوي كل شيء زين، بس أبو هذا يبنونه بس. لأن التولز منو ينتج من التولز؟ منو ينتج لي التولز؟ معقولة هذا ينتج لي خشب، هذا ينتج لي أكل، هذا ينتج لي حصة، هذا ينتج لي خشب، هاي يعطي ماي حق الناس الساكنة. ما في شيء أشوفه إنه ينتج التولز حقي بشكل عام. أوكي انترستنج، مثير يعني الموضوع، موضوع جدا مثير. يا جماعة شو اسوي؟ بعرف شو اللي ينتج لي. لحظة شوفوا القارب حطينا صح. غريس تعاي، غريس وينك؟ اشتغلي، بنوا بيت زيادة. غريس، غريس ساكنة هني ها؟ بالغلط حصلتها. وينها؟ فشر علي. وينها غريس؟ تعاي اشتغلي. اوكي خلاص برايت منزين. نبا مل هذا يخلص لنا، هذا ما خلص ما بكت خير. لحظة ليه يكون هذا small resource depot؟ التريدرز يومت مو من برا عيون منزين، بس شو عنده ما ادري. ها تريد صح؟ ولا هاي ناس قررت تي تسكن عندي على كيفهم يعني؟ وانا ما عزمتكم عندي زين، ما باكم تسكنوا عندي يعني. لحظة قريس طلعت صيد، خلنا نشوفها كيف صيد ينزل. شوفوا هني ما ادري عيوز عمرها 24 صغيره
تقرا قصيده ما ادري شو تسوي نصها غرقان. يلا المهم لورد مانر بلدن كومبليت. هاتي بيتي والله مغطى ما تشوف شيء. الباب اللحظه لعبه اكستراكشن. اوكي حاطين اكستراكشن انا اوريدي زين. ونبى هذا يشتغل، هذا السبع البرمبو هذا نبى يشتغل لان هذا ما يكفي انتاجه. شو ما اسوي وعندي 11 هنا شيء. لحظه خلنا نصرف ودن ابكيب انلوك ودن ابكيب زين. خلنا نسوي ودن ابكيب وخلنا نسوي بس ما تملي وايد ودن ابكيب. We are allowing you to establish outpost your territory. This you will be able to participate military campaigns. اوكي الحين يسمح لي ان انا اسوي جيش. مشكلة جيش وايد بدري. خلنا نسوي جيش يا عمي. خاربة خاربة. وين صار؟ Wooden market restrictors, wooden building lumber. Taylor Seaver Weaver. ويرى ما عندي 200 والله يا استريا والله. شوف الحين وودن كيب، وودن كيب وين يجيب الحين هذا؟ احد ضافوا لي اياه. نايس نايس. هذا شيء خلينا اسوي وودن كيب. يوفر للدفاع، دافع عن المدينه هنا. طبعا وين بندافع عن المدينه؟ مكان افضل ندافع عنه. زين خلنا نسوي هذا، اظن بيكون له باب بروحه صح. كور اسوي على البحر. مشكلة ما عندي 500 اشتري، فبسوي واحد صغير. زين وودن توب. لا لا اشوف والله يليق على الخريه والله. هذا بعد يخوف بس لحظة. أول شيء خلنا نشيلها عليهم، خلنا نرفع طول هذا، خلنا نجيب هذا فوق. إنزين وبنحط دور. شو هالباب؟ لحظة نجيب حتى هذا هني، يمكن نخرب على وودن جيت. يلا حطي علم. لحظة هني مكان يتمرنون فيه الجنود. بس عندي مشكلة واحدة، الباب ما قاعد يركب. فشو بسوي؟ بلغي هذا زين، بحطي الكور نفسه مره ثانيه بالطريقه هاي، مكان ابعد عن البحر شوي. بركب له باب اول شيء. اوكي الباب ما طلع. اوكي لازم اغير البوزيشننج مال الباب. نايس اوكي اوكي الحين فهمت فهمت فهمت. بس ما بسوي مبنى كبير لا، وافضل يكون صغيرون لان الجيش صغير بعده. ف دور بي دور سي. اوكي هذا يركب، هذا حلو بعد مش غلط يعني. والله انا اشوفه حلو بس يباله شوي سامان، انا ما عندي اياه. بس مش مشكله بنحط، خليه يبنوه قد ما يقدرون منه. اهم شيء هذا يجهز الحين لان عنده اولويه، بس ما طاع يجهز. بس محتاجين جيش، الجيش هذا شيء لابد منه. انزين الحلقه وايد طولت يا جماعه. كيف ترتيب؟ كيف ترتيب؟ كيف الترتيب؟ خلنا نسرع اللعبة شوي. والله شوف الباب الله العظيم يبين العيد بعض الأوقات. إنزين my lord we need to choose what we want to help. أنا ساعدت كل حد الحين، كليرجي أنا ساعدت الناس، ساعدت الملك، الحين لازم كليرجي أساعده صح؟ deliver 20 ما أدري شو اللي هو أصلا موجود هذا. أوكي ولا أنا بعرف هذا شو السلاح يعني، اظني هذا ستون ميسن عشان اسوي سلاح. ما يستوي، وانا اصلا محتاج ويفر
شو بيستوي بالحالة هاي؟ والانكم مالنا 30 مش اكثر، فاظني لازم ازيد عدد الناس انا شوي. لحظة خلي الناس تعيش عند الملك، مفروض الناس تحبني، انا قاعد اشتغل ان الناس تحبني، عرفتوا؟ زين انا قاعد اشتغل ان الناس تحبني، فاتمنى ان الناس صدق تحبني يعني. وبنا حط بيت هني المزارع، شكله ما يستوي هني. لحظة لو اقدر اشتري شوي زيادة. للأسف ما اقدر، ما اقدرش، ليتني اقدر والله، يا ليتني اقدر. تعرفون شو يا ليتني اقدر؟ يا ليتني اقدر والله، يعني يا ليتني. قريتنا الحلوة يا جماعة، شوفوا محلاها والله، قريتنا حلوة والله، شوفوا محلاها، شوفوا شوف كيف يمشون محلاهم. تلوموني يوم انا عبتن اللعبة، والله لعبة طيبة، لعبة لذيذة يعني. زين هذا ليش ما حد قاعد يبني؟ سؤال، هذا انا عطنا اولوية على اساس تي وساحبين عليه ولا كيف ولا شو السالفة ولا؟ لان اللي تجري الوود عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في الوود والله، وانا قاعد ابني ابني ابني. زين صبر، انا عندنا ناس يداد، كيف بنحمي الناس ونحن ما عندنا محاربين؟ جندية اول من دوم في هذا الجيش، امرأة، هذا رجل سولجر، تنتين بنات وريال. يلا اوكي خلهم يدامون وين؟ في الجيش. شوف ايش كلام، وين بيروح؟ تو 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 فنان يا سحمون بيتي. عجيب والله عجيب. زين كم واحد يشتغل هني مش قادر يجيب لنا خشب؟ زين نبا نحن يا سبنون والله بيوت يعني، واللي هو وايد زين وايد زين. لورد مينر ستون تريجري، اوكي هذا خلاه، هذا القصر مالنا. هني الجدار، هني شو نقدر نسوي؟ تشيرش، الكنيسة اللي بنسويها ان شاء الله الحلقة الجاية بنشوفها. والله صراحة موضوع جدا جميل. ها فورستر والله، واحدة بروح تشوف شو مسوي، بس تي تزرع تحطي حبة وتروح. والله حلوين هايل، والله حلوين. عندنا 70 وول، بس يبالنا ستور ثاني غير هذا حق الوول. ولا ممكن تعرفون شو نسوي؟ مشكلة نحتاج الخزين كله، ما اصور في شيء هنا ما نحتاج نخزنه يعني. بس الشيء الوحيد اللي يمكن لازم اسويه ومتأخر فيه اللي هو الويفر، اللي هو ينتج لنا هالسوالف عشان نكمل بعض الامور حق الديكور، وهذا حق الديكور مباني يعني، مباني الفخمة تحتاج هذا الشيء. المهم بالنسبة لنا، بالنسبة لي الصراحة هاي نهاية الحلقة لليوم، استوعبنا 60 واحد. اتمنى تكون عجبتكم اللعبة، لعبة جميلة، بتكون سلسلة خفيفة حلوة لذيذة، ما بنطول فيها وايد بإذن الله. فنشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.